حياكم الله في الجزء الأخير من حلقة هذا المساء من يا هلا بالعرفج، الفقرة الأخيرة اللي تعودنا معكم أن نختم فيها سيرة وتر، وهذه المرة راح نعرض واحدة من الأغاني اللي لها قصة جميلة جدا راح نسمعها. هي أغنية لا تحسبني من كلمات الأمير سعود بن محمد رحمه الله، وقام بغنائها فنان العرب محمد عبده. ولكن قبل ذلك دعونا نستمع لقصة هذه الأغنية من ابن الشاعر وهو الأمير بدر بن سعود. الكلام هنا عن سيدي الأمير سعود بن محمد ابن عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي، وأنا محدثكم بدر بن سعود. ومناسبة هذا الكلام هو يعني قصيدة كتبها الوالد الله يرحمه، وغناها الفنان المعروف محمد عبده، وكان لها حكاية. يعني حنا نتكلم عن الحكاية ومن ثم نسرد هذه القصيدة، لكن لابد من توطئة وتوضيح لنقطة مهمة جدا، هي أن الوالد الله يرحمه لم يكن يعني في حياته يهتم بنشر شعره أو أنه شعره يغنى أو أن حتى يجمع في كتاب، ولم يجمع في كتاب حتى يعني حتى تاريخ هذه الكلمات، وإنما كانت هناك مجهودات والاجتهادات من بعض الإخوان، وكانوا هم من يوصلها وينشرها ويجتهد في أنها تصل إلى وتغنى وهكذا. ووجدت هذه القصيدة طريقها إلى أن تصبح من القصائد الخالدة والمعروفة والمقترنة والمشهورة، يعني المقترنة والمعروفة كثيرا مرتبطة باسم الوالد الله يرحمه. طبعا هذه القصيدة لها قصة، القصة هي أن الوالد الله يرحمه كان هناك، لا نقول إحنا علاقة وإنما نقول صلة، ولأن العلاقة فيها نوع من يعني قد تكون الكلمة مربكة إلى حد ما، فنقول هناك صلة بينه وبين امرأة من أقربائه، ويعني هذه الصلة يعني كان يتمنى هو طبعا أنه يقترن بهذه المرأة وأن تصبح هذه المرأة زوجة له، ولكن لسبب أو لآخر لم يوفى، يعني هذه الصلة لم يكتب لها أن تستمر، واقترنت هذه المرأة برجل آخر، والتفاصيل كثيرة حقيقة، وبعض التفاصيل معروفة عند ناس كثير يعني، ويستطيعون الدخول فيها بشكل يعني مريح أكثر، لكن ليس هذا ما هو مجال عرضها يعني، لكن احنا المهم عندنا هذه القصيدة وحنا نبدأ نسردها الآن، ويعني نبدأها ومن ثم يعني نترك لذائقتكم الحكم عليها. تقول القصيدة، والكلام هنا بالشعبي بالنبطي: لا تحسبني داله عنك ناسيك، لا والذي تنصى المخاليق بيته، لا شك حال الياس دون الرجا فيك، ولالي على المقسوم لو ما رضيته، يا من مجييله صعيب المساليك، أقرب قريب لي وصعب بغيته، إن كان جاء مستقبلك مثل ماضيك، قلتاه يا خلاف سعي سعيته، وإن كان تغليني غلم مثل مغليك، مجبور تاطى فالهوى ما وطيته. يعني هذه من القصائد الخالدة للوالد الله يرحمه، وهي إهداء مني أنا بدر بن سعود لحبيبي ورفيق دربي وصديقي العزيز الدكتور أحمد العرفج أبو سفيان، متمنيا أن تكون يعني مناسبة وأن تنال استحسانكم بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأمير بدر بن سعود، شكرا له على لغته الجميلة، على سرده الأجمل، وعلى أن خص يا هلا بالعرفج بهذه الحكاية. إيش تقول دكتور؟ أول شيء أقول لك شكرا على كلامك عن صديقي بدر بن سعود، من أعز أصدقائي ومن رفيق الغربة، درسنا أنا وياه في بريطانيا سوا، وزميل أيضا في العمل، والآن أخ أكثر من أخ كمان، وهو مقرب مني ومن أسرتي ومن أهلي أيضا، كل إخواني يعرفونه، وهو من أسرة كريمة أيضا. تمنيت أني أشوف سعود بن محمد الله يرحمه أبوه، كم مرة عزمني بس ما جت الفرصة أني أنا أتشرف مع هذا الرجل، لأن هذا الرجل كبير اللي هو سعود بن محمد، كبير جدا. هذا ولد منيرة. مين منيرة ذي؟ أخت نورة. مين نورة؟ أخت الملك عبد العزيز. يعني الملك عبد العزيز عنده شقيقتين، عنده منيرة وعنده نورة. منيرة هذا سعود بن محمد ولدها، وبدر حفيدها. طبعا ما في شك هو كان شاعر موهوب ولا يحرص على الفنانين، الفنان محمد أظن غنان ونصين، والدليل هذا النص، يعني النص الفاخر، أيوة النص الفاخر، وهو من تراثيات محمد عبده الجميلة. أيضا بدر بن سعود غير كذا متخصص في السوشيال ميديا، والله والله من أفضل اثنين شفتهم يدرسون في بريطانيا من الطلاب السعوديين، هو والدكتور مريع القحطاني. اثنين دول فعلا كانوا يشاركون في المؤتمرات، وكانوا اللغة الدارجة دوافير في الدراسة. الشيء الثاني، بدر بن سعود كان من كتاب عكاظ الكبار، وأتمنى من جميل الذياب أستاذنا القدير أنه يعيد الأمير بدر كاتب أنه متخصص في كتابة السوشيال ميديا والإعلام الجديد وكذا، ولغته ومقالاته يتعب عليها بشكل كبير. ما أقول إلا شكرا للأمير بدر، كتب عني قبل 10 سنين قال عندما أشوف الثلج في يناير في بريطانيا تذكر قلب العرفج. الله. أيوة، فأنا أشكره وأشكره أنه خصنا بالقصة دي اللي أول مرة يقولها، وحتى أبنائه، يمكن أبنائه طبعا ما شاء الله كثير، أبناء سعود بن محمد أبنائه كثير، وفيهم بركة، منتشرين في أجهزة الدولة وفي القطاعات الخاصة والقطاعات العامة. وإن شاء الله أنه بدر بعد 2-3 شهر يتحفنا كمان بقصة زي هذه. وأنا أقول شكرا أيها البدر. يا سلام، شكرا أيها البدر. يعني احنا نكرر هذا الشكر باسم الدكتور أحمد العرفج وباسم برنامج يا هلا على هذه الرواية وعلى هذا الجمال في السرد حقيقة. يعني شكرا له، وعلى جمال الإلقاء أيضا للنص اللي سمعناه. احنا أيضا نشكرك يا دكتور على حضورك الحلقة، على تحمل يعني وقت هذه الحلقة. لا، الشرف هذا واجب طال عمرك، احترام العمل مطلوب. جميل، شكرا جزيلا لك. الأربعاء المقبل يتجدد معكم يا هلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. لا تحسب أني بصوت محمد عبده. أصبحون على خير. لا والذي تمصل ما خليت بيته، شك حالي.